ماري صباح الخير. إذن صباح الخير مورا. ما الذي يحرك الأسواق الخليجية والإماراتية اليوم على وجه التحديد، وماذا لدينا؟ كنا نتابع هناك بعض التراجعات اليوم على ربما بعض الأسهم، كنا نتحدث عن يعني أبرزها ديوا، كان يجذب ديوا يتراجع دون الـ IPO برايس. يس صحيح، صباح الخير. يعني من بداية الجلسة ونحن عم نشوف تباين نوعا ما بأداء الأسواق الخليجية. هلا بالفترة يعني الساعة الأخيرة تقريبا من بعد ما تراجع أسعار النفط لدون مستوى $90، بلشت شوي يعني القابلية أو نفسية المستثمرين بلشت شوي تاخذ منحى حذر أكثر من أي وقت سابق. يعني كنا بداية عم نشهد تفاعل المستثمرين مع أخبار الشركات اللي كانت عم تصدر، هلا صرنا شوي عم ناخذ إنه من بعد الارتفاعات اللي شهدناها امبارح وقبل من الجلسات بلشنا نشوف نوع من جني الارباح، ولكن بحاله طفيفه بشكل طفيف، انه الاداء ما عم بيكون سلبي بشكل كثير كبير. يعني فينا نقول الاداء عرضي حاليا بالاسواق. هلا فيما يتعلق بالديوا، صحيح في تراجعات اليوم على الديوا، ولكن ديوا اليوم عم تتداول اكس ديفيدند. يعني اليوم كان اول نهار تداول دون الاحقيه للتوزيعات الربحيه اللي هن كانوا اعلنوا عنها، والمتوقع دائما بهذه الحاله انه يكون في تعديل السعر، يعني اللي ينعمل برايس adjustment للسهم لحتى ياخذ بعين الاعتبار هذه التوزيعات. فالتراجعات يمكن هي متوقعه من بدايه الجلسه او حتى من وقت اعلان تاريخ التوزيعات. هلا من ناحيه اخرى اذا بنجي نطلع يعني على اداء السوق بشكل عام، يعني عم نلاقي تفاعل اكثر بالاسواق الاخرى. يعني ذكر محمد انه سوق الكويت هو الوحيد اللي على ارتفاعات اليوم، يمكن اللي هي جايه ما عم تكون مدعومه من سهم بيتك وحتى من ام بي كي من بعد النتائج الايجابيه اللي اعلنت عنها امبارح، 45% ارتفاعات على اساس سنوي بالنت بروفيتس تبع ام بي كي. يعني بعدنا عم نشوف مستثمرين عم يتفاعلوا مع الاخبار تبع الشركات بشكل فردي. هلا فيما يتعلق بالبنوك بشكل عام عم نلاقي دائما تفاعل ايجابي من قبل المستثمرين، بس بحاله وحده ما عم تكون ايجابيه اذا كانت العوامل العالميه او الاسواق العالميه عم تضغط بشكل كثير كبير على الاسواق الخليجيه. هلا اليوم بتخيل انه حنضلنا عم نشوف الاداء العرضي بقلب الاسواق، ما حنلاقي يعني شيء جذري يكون في تحرك سلبي بشكل كتير كبير او ايجابي بشكل كبير. حنضلنا عم نلاقي تفاعل مع الاخبار اللي عم تصدر من قبل الشركات او البيانات الماليه اللي عم تصدر لفتره، يعني لحديت ما تضح صوره اكثر انه كيف ممكن تكون البيانات العالميه عم بتاثر على البيانات او على الارقام اللي رح تصدر من عنا بالمنطقه بهذه الفتره لا. المقبله. شكرا لك ماري دائما على هذه المعلومات وهذه التحديثات من اسواق الامارات والخليج.